السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا اليوم راح نتحدث كيف نعمل تطبيق لتسجيل المكالمات في هاتفك بثواني، بدقيقة واحدة، عن طريق موقع ثانكابل. طبعا إن شاء الله هذا هو التطبيق، هذا هو الموقع. تدخل على thunkable.com، تسجل بإيميلك الجوجل فقط، تفتح لك واجهة التطبيق من أب، تضغط على upload from my computer وتقوم بتحميل الملف الذي تجده في الوصف، ملف الـ IEA. سيفتح لك التطبيق بهذا الشكل. طبعا في الصفحة الأولى ليس لدينا إلا كبسة واحدة هي play. طبعا سأريكم الآن باقي واجهات التطبيق. إذا خفينا هذه طبعا نخفي أول شيء هذه الصفحة. لدينا هنا فقط قائمة كما تلاحظون، هنا فقط قائمة، زر القائمة هذا هو، سنقوم هذه القائمة. ولدينا هنا أيضا الهوريجينال، نضغط على فيزيبل. لدينا هذا المستطيل، فقط زر البلاي وزر الحذف لحذف المكالمات، والبلاي لتشغيل المكالمات. طبعا الآن نرجع إلى الصفحة الرئيسية. نخفي القائمة ونخفي أيضا زر الحذف هذا، ونعود نظهر الصفحة الرئيسية. وتستطيع أن تضع إعلان أو كذا. طبعا بالدخول إلى البلوكات، في البداية ماذا لدينا في هذا التطبيق؟ لدينا طبعا الزر هذا أريتكم إياه، من هنا تسحبه من البوتوم. ولدينا أيضا نسحب من هنا الكول ريكوردر من الميديا كما تلاحظون، نسحبه من هنا إلى الشاشة. وأيضا لدينا الفون كول والكلوك والفايل ون، والإضافة هذه هي تيتانيوم نسخ الملفات، هذه هي الإضافة. إن شاء الله ستجد البرنامج كاملا في الوصف. ولدينا أيضا مشغل صوتيات والإشعارات. طبعا الإشعارات هذه هي هنا، والقائمة سحبناها من هنا، فقط تسحبها إلى الشاشة. طبعا بالنسبة لي المسجل المكالمات هذا هو، ومشغل الصوتيات لتسمع المكالمة هذا هو، سحبناه من هنا. طبعا هذا كل شيء بالنسبة للأزرار الموجودة في التطبيق. طبعا بالدخول هنا إلى ملف البلوكات، ستشاهد أنه في البداية طبعا زر القائمة، زر اثنين هذا هو، أريد أن أريكم كامل البلوكات. طبعا هذا هو زر التشغيل، بوتوم 3، يقوم بتغيير الصورة ويقوم بتشغيل المكالمة. وهنا لدينا الزر الذي يجلب لك قائمة المكالمات. طبعا هذا بعد اختيار المكالمة من القائمة، يقوم بتشغيل المكالمة. وهنا زر الهاتف يقوم بتسجيل عندما تتلقى مكالمة أو تبدأ مكالمة، يقوم بتسجيل. عندما تأتيك مكالمة أيضا يقوم بتسجيل الصوت، وعندما تقوم أنت بتشغيل مكالمة أيضا يقوم بتسجيل الصوت كما تلاحظون، كول ساوند ريكوردر. طبعا بعد ما تنتهي المكالمة يقوم بإيقاف تسجيل الصوت، ويأخذ أيضا رقم الهاتف الذي اتصل بك. طبعا هذا زر الرجوع، عندما نضغط عليه يخفي لنا القائمة ويعطينا إشعار بالخروج.
طبعا لدينا هنا قائمة المكالمات، ننشئ قائمة فاضية وقائمة أرقام الهواتف، وهذا كل شيء بالنسبة للتطبيق، وإن شاء الله ستجد الملف كاملا في الوصف. طبعا أي سؤال بالنسبة لهذا التطبيق أو طريقة عمله تستطيع أن تسألني في التعليقات، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.